السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم من جديد إخوتي. فقط في هذا الفيديو قررت أن أشارككم هذه الفكرة إخوتي، وهذه المعلومة المهمة حول عملة دوج كوين إخوتي. من لا يعرف هذه العملة إخوتي، هذه كانت من العملات القديمة، يعني انطلقت منذ سنوات إخوتي. أنا أعرف هذه العملة من 2017، أعرف هذه العملة إخوتي. هذه العملة عملة دوج كوين هي عملة مصنفة كثامن عملة رقمية في العالم، نعم كثامن عملة رقمية في العالم، رغم أن هذه العملة انخفضت بنسبة كبيرة إخوتي، يعني كان سعرها 0.70، يعني 70 سنت، وحاليا هي بسعر 7 سنت أي 0.07 دولار. شاهدوا معي إخوتي، العملة انخفضت كثيرا، وأنا إخوتي أنا أحس أن هذه العملة سوف يكون لها مستقبل كبير إخوتي. أما القيمة السوقية لعملة دوج كوين فهي 10.5 مليون دولار، شاهدوا معي، نعم 10.5 مليون دولار. أما حجم التداول فهو يقارب 230 مليون دولار. أما الإحصائيات الإجمالية لعملة دوج كوين للأيام السنوات الماضية، شاهدوا معي إخوتي، هذا هو السعر الذي وصلت إليه عملة دوج كوين، هو 0.73 دولار، يعني 73 سنت في 8 ماي 2021، يعني منذ عامين تقريبا أو عام ونصف وصلت إلى هذا السعر عند ارتفاع البيتكوين إخوتي. عندما كان البيتكوين سعر البيتكوين هو 70 ألف دولار إخوتي، ارتفعت. أما بانخفاض قياسي فهي انخفضت، شاهدوا، بنسبة 88%، نعم انخفضت وبعدها ارتفعت، شاهدوا معي الانخفاض لامس 0.34، شاهدوا معي هذا هو السعر أمامكم مبين، والسعر قليل جدا وبعدها انتعاشت، يعني هذا الانخفاض كان في بداية دوج كوين، نعم في بداية دوج كوين في 2015 في شهر ماي 2016، شاهدوا معي العملة لم تكن تساوي شيء، نعم العملة لم تكن تساوي شيئا في ذلك الوقت، وحاليا هي بسعر 0.07، يعني انخفضت. ولكن إخوتي أنا مهتم بهذه العملة، يمكن التداول أو تعدين هذه العملة أو الاستثمار فيها، لأن أظن أن هذه العملة عملة قوية ولها مستقبل واعد، لأنها من العملات القديمة إخوتي، لا خوف منها، يعني سوف تبقى صامدة وسترتفع مستقبلا إن شاء الله. المهم كان هذا الفيديو فقط توضيح حول هذه عملة دوج كوين التي أثارت اهتمامي إخوتي. إخوتي إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك ووضع لايك لتحفيزنا لوضع فيديوهات جديدة ومعلومات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.